دكتور عمرو، اولا صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذه، صباح صباح الخير. الخير يا استاذ احمد. صباح الفل يا دكتور. دكتور عمرو، اولا بنتكلم عن حملات توعيه، ولكن في الفتره دي دور حضراتكم مهم جدا، لانه الموضوع ربما كمان له علاقه، حتى الفيروس في حد ذاته له علاقه بالالتهاب الرئوي، له علاقه بالجهاز التنفسي. فده طبعا عندنا مجموعه كبيره جدا من الشباب، يعني طبعا ربنا يحميهم يا رب وربنا يشفيهم باذن الله، بيتعاطوا مخدرات وحاجات من هذا القبيل. ربما دي كمان تكون فرصه لاعاده تاهيلهم، او انه يعني يكون ده بدايه حمله امل بالنسبه لهم. اولا، ايه هو شكل الحمله وطبيعه الحمله، وشايفين حملات زي دي ازاي بتكون مؤثره فعلا في الوقت الحالي؟ الحمله دي احنا بننفذها مع منظمه الصحه العالميه، وفي تنسيق مع المنظمه في هذا الصدد من ناحيه اعداد الماده العلميه، لكن كمان صندوق مكافحه وعلاج الادمان ابتدى يتواصل مع اعلاميين ورياضيين ورموز مجتمعيه ومجموعه من الاطباء علشان يشتركوا معانا في هذه الحمله اللي في غايه الاهميه في الوقت الحالي. خليني اقول لحضرتك ان قضيه التدخين دلوقتي بالذات دونا عن اي وقت كمان قبل كده لا تقبل انفاس الحلول، محتاجه مواجهه جاده بشكل قوي جدا، لان مشكله التدخين في حاجتين. اولا، تدخين الشيشه هو مصدر رئيسي لنقل عدوى فيروس الكورونا. الحاجه الثانيه ان التدخين بيقضي على اهم خطوط الدفاع لدى الشخص علشان مواجهه مشكله الكورونا، يعني لو حد لا قدر الله أصيب بفيروس كورونا ومدخن، الحقيقة أني بيبقى عنده مشكلة في الرئة بشكل كبير جدا، بتخلي صعوبة جهاز المناعة في مواجهة الفيروس من أصعب ما يكون، وبالتالي احنا عندنا أزمة حقيقية في عملية التدخين، سواء في نقل العدوى من خلال تدخين الشيشة أو في كمان مواجهة الفيروس وضعف الجهاز التنفسي من خلال تأثير التدخين على رئة الشخص المدخن. وبالتالي يعني ربما تكون دي رسالة يعني لكل المواطنين في مصر، مش بس مدخني الشيشة ولكن للمدخنين بشكل عام. وانا اعتقد كمان دكتور عمرو مش هيسيب الفرصه وهيستغلها احسن استغلال ان يبطل مصر الشيشه كلها. يا دكتور انا عارفه بتمسك حمله ما بتبقاش حمله وقتيه، هتستمر فيها اعتقد يا دكتور. هنستمر فيها. احنا يمكن ابتدينا اول فيديو من ايام قليله وفي تفاعل مهم جدا عليه. تمام. يعني تقريبا في خلال 18 ساعه حوالي 8000 شيرز في خلال 18 رائع. ساعه. عندنا تقريبا صفحه الصندوق تفاعل عليها اكتر من رائع. هي صفحه مهمه جدا لتوعيه الشباب. احنا بنتكلم في 2 مليون شخص مشترك على صفحه الصندوق، 86% منهم شباب. ففي استثمار قوي جدا للتوعيه بخطوره التدخين وتاثيره على نشر عدوى فيروس. هتستغل الرموز الرياضيه الشابه كمان يا دكتور، اعتقد تبقى مهمه معاك في حمله زي دي انها تشارك معاك. طبعا طبعا، بالتاكيد الرياضيين عندهم حماس قوي جدا. وخلينا اقول لك ان احنا يعني منذ اطلاقنا للحمله انا بيجي لي كمان تواصل مع العديد من الرياضيين والعديد من الفنانين عايزين يشتركوا في هذه الحمله. هي في اصطفاف مجتمعي قوي جدا في الفتره الحاليه، نامل كمان ان هو يستمر في الفتره القادمه، لاني يعني الموضوع ان شاء الله كده نقدر نسيطر عليه بشكل يعني هي بتساعد على نقل العدوى من خلال طبعا التواجد في المقاهي والحاجات دي، بس لو شيشت في البيت او في البلكونه ماشي يا دكتور ولا ايه؟ لا طبعا برضو المشكله انا والله مش بشيش، انا بدي امثله بس. لا المشكله مش بس كمان في اللاي، لو احنا ناس كثيره جدا بتقول والله انا لو غيرت المبسم صحيح الدنيا هتبقى سهله وبسيطه، لا يعني كل مكونات الشيشه هي ممكن تكون يعني مكان طبعًا لوجود الفيروس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا مش بس بنتكلم على الشيش، احنا بنتكلم على التدخين. مصر هي الدوله رقم 10 في العالم الاكثر استهلاكا للتبغ. خلينا نشوف هذا الرقم ويقول لنا قد ايه ان احنا عندنا معدلات خطوره عالية جدا. لما بنتكلم على هذه النسبة، تقريبا احنا في حدود 25% من الشعب المصري مدخن، ودول كده عندهم مشكلة كبيرة جدا في فيروس الكورونا. وخليني اقول لك كمان حتى على المنظور الاقتصادي، طبعا حوالي 6% من دخل الأسرة المصرية بينفق على شراء منتجات تبغ. اعتقد ان هو دلوقتي لازم ما يكونش أولوية ولا في اي وقت، لكن دلوقتي
تحديدا لازم ما يكونش أولوية أبدا إن أنا أنفق على منتجات تبغ بهذا الشكل يصل إلى 6% من إنه يعني الوصف. أزمة دكتور عمرو، إنه يعني نستغل بقى هذه الأزمة في إنه إحنا نصحح جزء من سلوكياتنا، ده اللي تقصده حضرتك يعني؟ طبعا. وخلينا اقول لحضرتك احنا اتخضينا كلنا لما منظمه الصحه العالميه كلمت على فيروس الكورونا واطلقت عليه جائحه، مش كده؟ صحيح. مشكله التدخين من سنوات منظمه الصحه العالميه وهي تطلق عليها بشكل دائم جائحه التدخين بشكل مستمر، لان هو فعلا وباء بيهدد العالم. لكن النهارده بقى مش هخليه كمان يتحد مع فيروس كورونا ضد الشباب. باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحه الادمان على كل هذه التوضيحات.